صحيت صحيت النهارده مستني بعد مكسب الزمالك، وفقا بقى للكلام اللي احنا عمالين نقراه في السوشيال ميديا، اعلان نادي الزمالك عن التعاقد مع رمضان صبحي. مش عايز تقول للناس حاجه في موضوع رمضان صبحي ده؟ يعني رمضان صبحي برضو تاني هقول لك كلام، انت بتحاول تجيبني في حته انا مش فاهم احنا مش فيها دلوقتي، بس خدتني من المكافآت لرمضان ايوه صبحي. ايوه لا رمضان صبحي تاني ابراهيم، انا قلت لك الموضوع ده قبل كده بينا وبين ما بعض. اعرفش انت تابعت امبارح ولا لا، يعني تابعت الكلام اللي اتكتب على السوشيال ميديا امبارح انه رمضان صبحي غدا سيتم الاعلان عن تعاقده مع نادي الزمالك. انا اسالك سؤال لا يضعك في حرج، ان اردت ان تخرج من السؤال فلك مطلق الحريه، هو سؤال لمجرد السؤال بما انه منتشر في كل مكان، هل رمضان صبحي سيلعب في صفوف الزمالك؟ انا بحاول اهو بقدر المستطاع اكون بنقل اللي انا بشوفه وبنقل السؤال ده، لاني لو ما سالتكش سؤال زي ده والناس كلها بتسال رمضان صبحي بقى فين، يبقى هيبقى بالنسبه لي انا كمذيع ابقى على قدي خالص. يعني هو انا على قدي بس لا انا لا عايز اسال السؤال ده. لا ده انت من الناس طبعا اللي يعني انت من الناس اللي عندهم شعبيه في الشغلانه الله وعندهم يعزك وعندك طريقه وعندك، لا ما تقولش على نفسك كده انت الله جميل. يعزك، أنا جميل. طيب اديني إجابة بقى، طالما أنا جميل بحاول اديني اطلع، إجابة. انا بحاول اثبتك عشان اطلع بال لا أنت بتحاول تفكر هتقول إيه فبتزود الوقت شوية. لا والله انت عارفك يا بتسالني، أمير والله. انت بتسالني سؤال ممكن يبقى رده اسهل من كده لو انت بتسال صاحب الشأن نفسه اللي هو رمضان صبحي، فاهم؟ يعني هو ماشي. انت بتسالني على رمضان صبحي هو فين، فانا ما اعرفش هو فين، يعني ما اعرفش هو دلوقتي اللي اعتقد على قوه نادي هدرسفيلد، ايوه وما اعرفش رمضان صبحي فين. لكن بشكل عام عشان ما نبقاش بنقول الحاجات ونخلي الناس تفكر وتحلم بيها، انا قلتها قبل كده، لو نادي الزمالك عنده الرغبه ان هو يتعاقد مع رمضان صبحي او اي لعيب هو عايزه، فبالتالي الرغبه دي هتوازيها القدره ان هو يقدر يحصل على اللعيب ده. مفهوم تمام؟ مفهوم. في لعيب بقى الناحيه الثانيه اللي هو رمضان، ربنا يوفقه في اي مكان هيبقى موجود فيه، طبعا هو هيبقى اضافه لاي نادي هيروحه، وهيبقى خساره لاي نادي هيبقى مش موجود فيه، لكن رمضان صبحي هو القرار ده في ايده هو، واحنا ما اتكلمناش خالص مع رمضان وما تفاوضناش مع رمضان، احنا كل اللي احنا عملناه واعلناه بشكل يمكن خلاص بقى شبه رسمي ان احنا تواصلنا مع نادي هدرسفيلد ل مفاوضات، انتوا عايزين ايه في اللعيب ده، لان احنا شايفين اللعيب ده كان وضعه تعطل بقاله فتره، فكنا عايزين احنا من باب ان احنا شغالين برضو في السوق عايزين نعرف، فبعتنا لهم قلنا لهم اللعيب ده ايه ظروفه، قالوا لنا اللعيب ده والله احنا عايزين نبيعه بالرقم الفلاني، بعتنا لهم عرض والموضوع وقف لحد كده. لكن اللي انا عارفه ان في نادي بيراميدز نادي داخل في الموضوع، لكن نادي الزمالك مش مكمل في الموضوع لحد دلوقتي. احنا كل عملناه زي استعلام عن رمضان صبحي، وبعتنا عرض للناس عشان الناس تبقى في الاخر، النادي في انجلترا مش هتكلمه في التليفون وتساله، فلازم تخاطبه بالطريقه اللي تليق بالنادي. يعني يبقى الزمالك مش مكمل في الموضوع ده، كان في الاول في استطلاع وبعته لكن الزمالك مش مكمل، ده بالنسبه لي عنوان. طب